نأتي لشاعر آخر الفرزدق، قد مر معنا ذكره كثيرا من فحول شعراء بني أمية، ويقال عنه لولا الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب. هنا أتى في خصامه خصومته مع جرير، يقول الفرزدق يهجو جريرا: نسجت عليك العنكبوت، ضربت عليك العنكبوت بنسجها، وقضى عليك بها الكتاب المنزل. هو أراد أن يبين ضعف خصمه، لأن العنكبوت وبيتها ونسجها مذكور في القرآن، لكنه مذكور على سبيل الضعف. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فلما أراد الفرزدق أن يضع من منزلة جرير، من مكانته، قال له: ضربت عليك العنكبوت بنسجها، وقضى عليك بها الكتاب المنزل. فهنا أخذ المعنى وأخذ المفردة، المعنى والمفردة. والفرزدق له قصب سبق كبير في شعر لغة العرب في العصر الأموي، وإلى اليوم معدود في فحول شعراء العربية الذين مروا بها على مر التاريخ. هنا أخذ الفرزدق المفردات في باب الهجاء، لكن كذلك في باب المدح أخذها، فهو ينسب إليه الميمية الشهيرة في مدح زين العابدين بن علي: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، وهذا التقي النقي الطاهر العدم، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، كلتا يديه غياث عما نفعهما، تستوكفان ولا يعروهما عدم، سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان حسن الخلق والشيم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. فهذا بيت معناه ومبناه مقتبس من الشرع. فالقرشيون أو الجاهليون، العرب كلهم في جاهليتهم لا يعلمون كلمة أشهد أن لا إله إلا الله، فانظر كيف استطاع الفرزدق أن يوظف هذه الشهادة في شعره: ما قال لا قط إلا في تشهد.